من صدق موديل عنيف، اكيد جايب لكم موديل خارج عن المألوف، روعة تحفة فنية، واجا الاجهزة هواية مو حصريا 13 برو ماكس و 14 برو ماكس. صراحة هذا الكفر يعني وصلني قبل فترة، بس كان حصر 13 برو ماكس 14 برو ماكس. هالمرة اجا هواية اجهزة وياي، بس باعوا الشكل والبداعة والوانه اكثر، اربع الوان. اول شيء اوريكم اياه على الجهاز، بعدين اشرح تفاصيله. اول لون البنفسجي، موضوع اتمنى تشوفونه بالحقيقة، مو كفر، باع اللون خبل، شوف الجمال، شوف اللمعة، شوف الشغل. وهذا رابع لون. اول شغلة ماك سيف، ثاني شغلة مهمة، بس باعوا الكاميرا وينها، كلش غاطسة، بحيث بدنا تخليه على ميز الجهاز ما عليها شيء الكاميرا. حماية مضاعفة، شلون مضاعفة؟ هذا قوي وجوه سيليكون، هسه اوريكم اياه. باعوا هذا السيليكون وهذا البرة قوي، يعني حماية مضاعفة. شوفوا لاحظوا، يعبر على الشاشة، فتشي حلو ما يضايقك، بس المهم يعبر على الشاشة، يعني بنخليها من الجهاز هنا، الكفر مو الجهاز، لا تلاحظون. هذا الجمال اللي شفتوه اجى المن 11 العادي، ابو كاميرتين جماعة، 11 العادي، 11 برو ماكس، 12 برو ماكس، 13 برو ماكس و14 برو ماكس، وهاي الالوان مالته. وعندي توصيل لكل العراق، اربع بغداد، ست محافظات، لحجز او الاستفسار على الواتساب. تحياتي لكم، انا اخوكم حسين.